أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج لقاء خاص. يسرنا أن نلتقي المهندس حاتم البشتاوي رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. مرحبا بك أستاذ حاتم معنا إلى هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله بكم. أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الله يحفظك. الله. أستاذنا الكريم، نبدأ من بدايات تأسيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، كيف كانت البدايات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ مرحلة التأسيس نذكر ما قبل التأسيس. ما هو الإعجاز؟ نقول للناس، الناس يقول لك إعجاز علمي، إعجاز قرآني، أليس فيما كتبه السابقون واللاحقون هذا يكفي عن هذا الموضوع؟ أم أن نحن بحاجة أن نعيش في ظروف العصر ونفهم منه؟ نريد أن ننبه ابتداء بأن الله سبحانه وتعالى أنزل في الأرض كتابين، الكتاب المقروء الذي نقرأه والكتاب المنظور. الكتاب المنظور هو هذا الكون الواسع، والكتاب المقروء هو الذي نقرأه بين أيدينا. نحن نريد أن نربط بين الكتاب المقروء دلالته على الكتاب المنظور، وكلما ازداد فقهنا وعلمنا بالكتاب المنظور ازداد فقهنا الكتاب المقروء، وبالعكس وهكذا. لما عندما ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن الشمس وضحاها وصورة الشمس، ولما تزداد معلومات تعرف مع معنى القسم، لماذا أقسم الله بالشمس؟ عرفت أنا، عرفنا إحنا، دخلنا في تخصص، دخلنا هذا العلم، وهذا ما يجهله كثير من الناس. نريد ابتداء أن نقول أن هذا القرآن هو كلام الله، وهو تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ونريد أن نذكر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خص به. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حديث صحيح رواه الإمام البخاري. هذا الحديث منطلق أن القرآن الكريم عندما يحدثك عن الكون يخاطب جميع العصور، يخاطب جميع الأجناس. نحن الآن العالم عندما كان في عيد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أهل مكة عدد قليل جدا، وسكان العالم يمكن لا يتجاوز 100 مليون، بس إحنا الآن نتكلم 7800 مليون. وفي كل عام، في كل عام يولد أجيال جديدة يقدر 159 مليون جديد من أولادنا يدخل العالم، الذين يخلون العالم. عندما طلب من المشركين من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآية، فكان الجواب عليها، وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. طلبوا آيات من الرسول صلى الله عليه وسلم. الآيات المعجزات التي كانت في عهد الأمم السابقة كعصا موسى عليه السلام، وكسفينة نوح، وسيدنا عيسى عليه السلام، وناقة صالح، هذه الناس كانوا يرونها بعيونهم، إحنا ما إحنا آمنا بها. سحرة فرعون لما رأوا العصا أسلموا، 100 ألوف آمنت بالله، إحنا لم نرى. ولذلك ربنا كان يؤمن بالقضايا المادية. إحنا الآن في عالم الروح، عالم متسع الأرجاء، ضخم الامتدادات، عميق الأثر في البر والبحر وفي السماء وفي الجو وهكذا. فإذا إحنا الآن لا تخاطبنا، إحنا الآن لو رأينا الناقة قد خبر من السماء راح، بس الآن هذا القرآن سيبقى إلى يوم الدين. شايف كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من بيتي مدر ولا حجر إلا سيدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. طيب، لذلك إحنا التحدي بالقرآن كان عملية تحدي. العرب هم ملوك البيان، ولكن كان الصغير فيهم وكانوا يعملوا المناقشات في حول الكعبة وعلى الخيوم السبع المعلقات إلى آخره، كان عندهم جمهور.
يعني كان اللي في البادية يقول الشعر، اللي في البادية واللي في الحضر وهكذا. لما جاء القرآن الكريم بهرهم، بهرهم جدا. ليش؟ لأنه بيذوقوا. الصائغ لما يشوف العملة بيعرف، لما يشوف الذهب بقول لك هذا عيار أروع، بيعرف قيمته. اللي ما بيعرف بيجهل. إحنا أم الآن إحنا بنعرف الأشياء، يعني المواد التافهة بنقيمها. هن قيموها، قال إن أعلاه لمغتق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. جاء التحدي، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افترى؟ قل افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. السورة قد تكون عشر كلمات على فكرة، زي سورة إنا أعطيناك الكوثر، وقد تكون السورة 24,000 كلمة زي سورة البقرة. كويس، ليس هذا القصة سورة، أي سورة اختاروا، أي سورة أقوم عليها. طبعا فشل التحدي، فليأتوا بسورة من مثله. قال تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بآية من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. سورة، أتوا بسورة من مثله، بس سورة. يعني إذا عايزت طبعا لو كانوا يقدرون قالوا لو استطعنا قلنا مثل هذا. طيب ليش ما عملتوا؟ ثم تحدث لهم، إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كل أنتوا وكل الشهداء. طبعا لما وصل القناعة، لو كان عندهم القدرة اللفظية على المجادلة البيان لأتوا. ثم تحداهم ربنا سبحانه وتعالى، فليأتوا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مش الآن، هذا التحدي منذ 1440 سنة أو 1453 سنة. هذا التحدي لحد الآن، قال لهم تعالوا جيبوا الجن، عندهم علماء وعندهم صناعات وعندهم قدرات، ويجوز ما عندكم يعملوا مؤتمرات هيك بينكم وبينهم وخليهم يجوا يتحدوا يجيبوا. لا يأتون بمثلي. أنا لما بتحداك لمدة سنة بيجوز قد يأتي أبنائك وأحفادك أو يأتي أمم ثانية أفصحوا مني ويتحدوا، ولكن فشل التحدي. ما يدلك إنه هذا القرآن ليس مجرد. طيب ليش التحدي؟ سؤال، ليش بجيب الجن أنا يدخلوا على هالباب؟ عندهم قدرات مادية وقدرات علمية وبيطلعوا للسماء وبغوصوا في البحر، عندهم رؤى احنا ما شفناها. حتى هؤلاء الناس تعالوا، لانه هن مدعوين للاسلام كما احنا دعينا للاسلام. وذلك من اجل هيك يعني كان هذا الموضوع التحدي، فشل التحدي. قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهذا ما يدل ان هذا الكلام هو كلام رب العالمين وليس كلام بشر. التحدي ليس باللفظ، باللفظ وبالمضمون. يعني أنت قد تؤلف قصة ولكن ليس لا طعم لها، مظبوط؟ شو مهم؟ تقرأ قصة يوسف عليه السلام 112 آية تبهرك، بتعيد قراءتها 1000 مرة وكل ما قرأتها من جديد تحس بطعم جديد. هذا كلام بيختلف عن كلام البشر. هذه هي مبدأ فلسفة الإعجاز، أنه كلام الله وندرك آثاره وتجلياته. ومن أجل هيك يعني سندخل في تفصيلات كثيرة جدا، بس إحنا هذا هو المبدأ، مبدأ الإعجاز. نعم أستاذ، بعد هذه المقدمة كيف تولدت لديكم فكرة إنشاء جمعية لإعجاز القرآن والسنة، ومن هي الجهات التي تهتم بمثل هكذا موضوع؟ سيدي، هذا أنا شخصيا أنا يمكن مهتم من أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة وأنا أتابع هذا الموضوع قبل أن يسمى إعجاز وقبل كذا. وكنت عضوا في مجلس إدارة جمعية المحافظة، كنت رئيس اللجنة العلمية لمدة 8 سنوات. في 2005 قلنا إحنا بدنا نطرح، لأنه الجمعية جمعية المحافظة على القرآن الكريم لا يتخصص بتحفيظ القرآن الكريم للشباب وللنساء وللأطفال وكذا، ما بترتقي فيهم، هي مستواهم. إحنا نريد أن نرتقي في عملية الطرح وعملية الخطاب. فحاولنا 2005، جمعنا 30 من العلماء الكرام وأهل التخصص، الطبيب والمهندس والزراعي والفلكي وعالم الحيوان وعالم النبات، من جميع التخصصات، كل التخصصات، بس كلهم طاقات علمية. وقدمنا طلب للأصول، ولكن سبحان الله ما توفقناش
إلا في عام 2010 أخذنا الموافقة، ونحن الآن نتبع لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، والله يرحمه الوزير السابق الدكتور عبد السلام العبادي هو يعني وافق على هذا الموضوع، يعني لازم موافقة الوزير ومشت الأمور، وبدأنا نشاطنا في بداية شهر 2/2011. ما طبيعة هذه النشاطات؟ سيدي هذه النشاطات نشاطات ثقافية. أول شيء عندنا محاضرات شهرية، كنا نعمل في البداية محاضرات شهرية، ثم نعمل دورات، دورة تحفيظ القرآن، نقوم برحلات تثقيف، يعني تأخذ رحلة باص أو باصين تروح عليهم بتثقف فيهم. كنا نعمل على مطبوعات صغيرة من البداية، سعنا إحنا لأنه ما كان توفر عندنا الإمكانيات المادية. لما صارت زوم قبل سنتين انتقلنا، يعني كنا ألقينا 80 محاضرة وعملنا أيام علمية. الأيام العلمية كانت تعمل كلها، يعني الآن عملنا حتى 21 يوم علمي نستضيف فيها علماء متخصصين، عملنا مع المؤسسات الحكومية أو الرسمية، يعني مع وزارة الزراعة، مع دائرة قاضي القضاء، مع وزارة الأوقاف، تعاون مع البنوك، بحيث أنه أنت تجيب متخصصين. لو أعطيك الأسماء العناوين بس، أسماء الأيام العلمية هذه اللي شارك فيها حوالي 130 عالم ومتخصص، سواء في الاقتصاد أو في التربية أو في شؤون الأسرة أو بالفضاء أو بالفلك، كويس، فهذول يعني شارك فينا وأثروا الجمعية بأبحاثهم ومخطاباتهم، وتحت المظلة بتاعتنا كانوا يشتغلوا، احنا استفدنا منهم، هن استفادوا من مظلتنا وسبتنا. وإذا ممكن إحنا في عنا أسماء فقط بس العناوين، اليوم العلمي عالم النحل العجيب مثلا، في اليوم الثاني النبات أصل وقود الإحفوري، الثالث آيات الإعجاز في السماء والكون، الرابع الماء شريان الحياة مع سلطة المياه وبالنفس خصصين، في الخامس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بعدها عن الأسرة، الأسرة منظور قرآني، منها الجمال في الكون منظور قرآني، الشذوذ جريمة العصر، هذه يعني هذه من القضايا المشاكل تعاني منها الأسرة، الشذوذ هذه عملناها قبل 7 سنوات 2015، وهكذا عملنا مثلا النظام الاقتصادي في الإسلام، والسماء بنيناه وإنا لموسعون. فإذا إحنا عن البيئة فطرحنا مواضيع يعني جدلية وبحاجة إلى الناس وتعالج الواقع. ولما تستضيف الناس بأحدث الإحصائيات وأحدث الدراسات يعبروا عن أفكارهم ويجيبوا كذا ونستقطب إلها، وحضر بعضها حصل عليها برعاية رسمية من أكثر وزير الزراعة ووزير الأوقاف ودائرة قاضي القضاء، والآن عندكم شواهد من المناظر من بعض القضايا اللي حضرها حضروها، وحضرها البعضها من المئات، يعني كان أحيانا تعمل محاضرة كذا لا يتسع المكان إلها، عملناها في المستشفيات وعملناها في النقابات وعملناها أماكن عامة وعملنا كذا، وهذا يعني يدل من فضل الله علينا إنه الناس متعطشين للعلم وبحب يتعلموا ويستفيدوا، وفي ناس مستعدة تعطي، يعني ناس تأخذ وناس تعطي، وتجانس الأفكار والأخذ والبعض، هذا يعني هذه تعتبر ثروة للبلد يعني. واستضفنا حتى ناس من الخارج كانوا يحاضروا معنا. أستاذ حاتم، هل توحدت الرؤى من خلال اللقاءات العربية في موضوع الإعجاز؟ هو لا شك أن السابقين في هذا الموضوع وعلى رأسهم الدكتور الزنداني في اليمن والدكتور زغلول النجار، كان من أوائل الناس الباحثين، يعني دكتور زغلول النجار تعرف هو خريج جامعة منذ 1955 تقريبا، والزنداني بنفس الوقت باحثين في قبل أن تكون الهيئة العالمية. الرؤى واضحة كلها، إحنا بنناقش قضايا الإعجاز بياني وإعجاز تعبدي، إعجاز تشريعي، إعجاز تربوي، نفسي، إداري، كذا، علمي، طبي، كل مناحي الإعجاز التي تدل ما هو الإعجاز ابتداء. الإعجاز هو العبارة عن القرآن الكريم عن حقائق علمية
حقائق علمية، ده لم يعرفها أحد في الماضي وحتى عرفت في الوقت الحاضر وثبت أنها لا. بريس بوكاي كمثال يعني أسلم وهو كان على مستوى العالم، عندما رأى جثة فرعون قال اليوم نجيك بدنك تكون مخلفك آية. عندنا كمان كيث مور أعظم من أكبر علماء الأجنة في العالم، كنت أدرس في الجامعة، أسلم عندما آية واحدة تلت عليه لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وفي عالم البحار كوستاف مرج البحرين يلتقيان. إحنا هذه الرؤى القرآن سبق هذه الحقائق ثبت للناس لما كانش تعلم البحر المسجور، من كان يعرف أن هنالك بحر 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 الآن تحت البحر؟ ما رأيك؟ ما بدأت إلا سنة 1935 كويس. فهذه قضايا متفقين عليها، بس كل واحد حسب المستوى العلمي على المستوى هذا. يعني إحنا القرآن آمنوا عندما اكتشفوا ذلك. أيوة يعني إحنا عارفين الحقيقة. يعني وصخور والشمس تجين وصخور كلهم في فلك يسبحون. طيب من كان يعرف إنه هذا بالفلك؟ يعني درست عليه إنه كانت الأرض الشمس مركز الأرض مركز الكون. طلع الأرض بالنسبة للكون لا تعادل حبة ملح في قاع المحيط. كويس. وكانوا يقولوا الشمس في السماء الرابعة. أقرب كتب تفسير تجد الآية العلمية الضخمة. شوف آية الطهارة في آيتين، شوف أدك مجلدات. أما والشمس وضحاها كم آية كتبوا عليها؟ سطرين. معناها إنه لكن إحنا الآن نبرز على هذا. أنا عندي شوية إحصائيات لطيفة. يعني القرآن الكريم في علم الفيزياء 144 آية. على فكرة 1300 آية في القرآن الكريم ذات دلالة علمية. 1300 يعني 20% من القرآن الكريم ذات دلالة علمية. من لا يعرف العلم لا يعرفها. كويس. منها مثلا بالفيزياء 144 آية، بالفلك 113 آية، بالجغرافيا 104، في علم الأحياء 131، طبقات الأرض 60، البحار والنهار 36. سخر لكم البحر. طيب شو تسخيره؟ أنت مش عارف إيش هو ربنا سبحانه وتعالى. الكيمياء الحث على العلم والتعلم 69 آية على فكرة في القرآن، يتعلم على 69 آية. أكثر لفظة في القرآن لفظة علم بعض، لفظ الجلالي 812 مرة، 85 مشتقة، 85 مشتقة لها، علم تعلم يعلمون تعلمون تعلمون يعلمون 85. أنا عديتها باليد 85 مشتقة دلالة على العلم بالضبط. 812 كلمة علاقة بالعلم. يعني أنت بتحكي أكثر من كل 100 كلمة في القرآن فيها لفظة لها علاقة بالعلم. إحنا نقول إعجاز العلمي مظبوط، هاي اسمه جميع إعجاز القرآن والسنة. الإعجاز العلمي هو جزء من هذه منظومة الإعجاز. هنا حاطين فيها حوالي عشرة. إحنا بناخذ عينات. الإعجاز البياني كله معجز ما عليه خلاف. الخلاف إنه الإعجاز العلمي إحنا لا نتبنى أي قضية فيها إعجاز علمي إلا إذا ثبتت حقيقة سواء في الكتاب أو في السنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين والشمس تجري لمستقر لها كل في فنه يسبحون والسماء ذات الحبك والسماء والطارق. هذه كلها دلالات علمية تحتاج إلى محاضرات تشرحها للناس حتى تتقنها. فالعلم ذكر في القرآن كان في 812 موقع في 85 تفعيلة. قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش كل واحد يعقلها. أنا ما بعرف الفيزياء الذرية مثلا، بس لما تمر علي واحد مختص بفهم أكثر مني. فكل ما زاد فقهي لهذا زاد عليها. مثلا الآيات التشريعية يعني في الطب كمثال علينا، إحنا وظائف الأعضاء عندنا 59 آية عن وظائف الأعضاء، عن مثلا عن الوراثة 27 آية، عن الغذاء 18 آية، عن الشيخوخة عن الأطفال. فعندنا حوالي 1300 آية كل آية مبرمجين حسب التخصص التي ذكرناها. هذا موضوع العلمي، ولكن في عندنا في التشريع ما يمتاز به القرآن الكريم أن هنالك 238 آية تشريعية. تصور قديش عدد قليل. شايف كيف؟
أحكم الآيات، الصيام مثلا كم آية فيه؟ 4 آيات، الحج 10 آيات، الطهارة آيتين، الأكل والمذبوحات كم آية، يعني الأسرة أخذت 70 آية، فتنظيم إلى آخره. ولكن ميز القرآن الكريم إحنا نركز عليه إنه هذا سبق الكون في بناء نموذج صالح في كل زمان ومكان. يعني مجموع الميراث كمثال، مجموع الميراث كلهم 4 آيات فقط، وقيل 5، 31 احتمال لتوزيع الميراث التي لا تخطر ببالك، الابن والأب والجد والأخت والزوجة والمطلقة والحفيد، شايف، ومن لا وارث له ومن لا وارثت له، 31 احتمال بدأت تقول في هذا. هذا ناس أسلموا من كبار القانونيين في العالم، أسلموا من خلال هذه الآيات، أسلموا لأن رأوها ولما أنه قالوا معجز، مش معقول أنت بتعمل نظام عالمي إلى آخره. هذا النظام لا يتغير من غير زمن، نظام الأسرة ثابت، نظام المطلقة، نظام الحمل، نظام الولادة، نظام كذا، أنظمة، هاي ميزة القرآن. نحن نريد أن نركز أنه هذا القرآن هو نظام حياة بمفهوم علمي، وإحنا بنرد على الناس هل بدكم علم؟ اقرأوا الكتب التي بين أيديكم للديانات الأخرى، ماذا تجدوا فيها؟ ماذا تجد فيها؟ الطلاق يعني ربنا سبحانه وتعالى أباحه، وكما قال صلى الله عليه وسلم الطلاق، نأخذ الفرنسيين أباحوا ثم حرموا، أباحوا ثم حرموا، أباحوا ثم حرموا ثم أباحوا، وكذلك الإيطال، يعني ما في عندهم نظرية، إحنا عندنا ثابت لا يتغير تغير الزمن. فإحنا لما نبرز هذه القضايا، شايف كيف نتعاون عليها، نفس الفلسفة، لأنه إحنا نأخذ مصدر واحد هذا القرآن الكريم، وأبحاث العلماء نأخذ واحد العالم العراقي والعالم المصري والعالم اليمني والعالم المغربي، واللي في تونس صار عندنا ثروة من العلماء المتخصصين نستضيفهم، إحنا عندنا العلم جابوا لهان، ولو كانت الإمكانيات المادية ممكن تستضيفه يعمل محاضرة عندك، ولكن محاضراتنا الآن نستضيفهم على الزوم، وجبنا من الحمد لله يعني ناس حاضروا من بريطانيا وحاضروا من الجزائر وحاضروا من المغرب ومن تونس ومن السودان ومن كردستان العراق، هذول نفس اللسان بس كل واحد بيشتغل ببلد، بس إحنا شو بجمعنا؟ فأضطرنا واحد، لأنه كتابنا واحد وجهتنا واحدة، كلها الدفاع عن هذا القرآن وإبرازه للناس إنه كلامكم مش مجرد كتاب ولا مجرد تسبيح وتهليل وتذكير، هذا جزء بس مش كل شيء. هذا إحنا المشكلة إنه الناس لا تفقه الفقه في القرآن الكريم، حدث على قضيتين العقل والفقه، فالعقل 49 مرة بركز على العقل. هذا ما سنناقشه بعد الفاصل، اسمح لنا نذهب إلى فاصل قصير أستاذ حاتم. بارك الله فيك. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لإكمال الحوار مع المهندس حاتم البشتاوي رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى لقاء خاص مع المهندس حاتم البشتاوي رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. مرحبا بك أستاذ حاتم معنا ثانية. نكمل هذا الحوار الشيق، بودنا أن نتعرف على البوادر المهمة لإطلاق حملات الإعجاز في القرآن والسنة، ما هي أهمها؟ أهمها إحنا أول شيء لابد للناس الناس ضمأ العلم، وناس بالفقه كثيرون وبالحديث كثيرون، علوم اللغة كثيرين، ولكن إحنا نأخذ الجانب العلمي من القرآن الكريم. نحن عندما يدرس واحد في الكيمياء يعطيك معلومات عن صهر الحديد وألنا له الحديد ونعمل سابقات بقدر بالسرد، هذه ما ذكرت عبث، بدك تعلم هذا علم مظبوط الله، أنت ما درست العلم بتكلم، قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نقف أمام يخلق ما لا تعلم في الوقت الذي نزلت فيه، ما نخطر الآن وسائل النقل، السيارات، الطائرات،
ضمن ويخلق ما لا تعلم. والشاحنات وهلأ سفن الفضاء وفي البحر بغوصوا في النهر بغوصوا. عندنا إحصائيات اللي سخر لكم البحر في يمكن أكثر من 80,000 باخرة شغالة الطيران. شوف قديش كم طائرة في العالم. هذا يخلق ما لا تعلمون، بضل مفتوح أفاقها بعد 100 سنة. يعني قبل 100 سنة بالذات 1918 أول واحد رحلة طيران حول العالم، جون رايت اسمه هذول قبل ما. طيب إحنا خلال 100 سنة قديش تطور الطيران؟ هلأ عندنا السكك الحديدية أكثر 1,300,000 كيلومتر طول السكك الحديدية في العالم. شو كانت الآن؟ الآن صارت دخلت الأنفاق وتحت السدود. إذن هذا إحنا أنت واجبك تبرزه، إن القرآن أشار إلى إشارات. لو حدث القرآن في ذلك الزمن إنه بده يصير كذا بكتبونا محمد صلى الله عليه وسلم. لو علم الأجنة حدثهم الآن، شايف تطور الجنين يخلق في بطون خلق من بعد خلق، لو أخبرهم عليه في ذلك الزمن بقولوا هذا كذاب، هو يعني من البداية قالوا عنه كذاب وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون، فكيف لو حدثهم تفصيلات؟ وهذا القصة، أنت لما تفتح للناس إن القرآن أشار لهذه الحقائق، هذا دورك، دورك إنه تبين الناس أن تعلم أن الله حق وكتابه حق. نعم. إذن ما هي ضوابط التعامل مع الإعجاز؟ الضوابط مع التعامل في أولا بدنا الحقيقة العلمية، حقيقة العلمية إنه نتفق عليها، إنه الإنسان بمر في أطوار شمسها، هذه الأطوار يجب أن تثبت الحقيقة العلمية ونقرأ الآية القرآنية المشابهة لها. إن تجانست تجانست معا وهنا طبعا ثبت العلماء، فهي بتكون بداية الرحلة. أما إذا صار في عليها خلاف وكانت القضية مختلف فيها، مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه بدأت من 1923 لحوالي 1900 حوالي 30 سنة حتى أثبتت. هلا بإجماع كل علماء الفلك أن الكون يتمدد يمتد. إذا كان بتمدد، إذا جاء لنقطة البداية في البداية قبل ما يتمدد، ومن أجل هيك هي الخلق البداية الخلق أول. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم، كانوا مع بعض فتقناهم اتسعوا. فهذا الاتساع الآن أصبح بلا خلاف بين كل علماء العالم، كل علماء الفلك وعلماء الفيزياء، إنه هذه حقيقة إحنا نعرفها. الآية 31 من سورة الأنبياء مثلا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل تستطيع أن تقيم مدرسة أو جامعة أو كلية أو معهد أو بستان أطفال بدون ماء؟ شجرة بدون ماء؟ هل ممكن أي شيء في الحياة بده فيه حياة؟ سيارة بدها ماء؟ مضخة. إذن لما أقول ربنا جعلنا من الماء كل شيء حي، تبرزها. هذه واحد كتب 1,000 صفحة فيها آية، بس في 1,000 صفحة في شرح آية. إحنا هذا نريد نقول للناس، تعالوا يا جماعة هذا ربنا حدثكم جعلنا من الماء كل شيء. 6 كلمات بتكتب عليها 100 مجلدات. هذا دورنا. نعم. كيف تخاطبون العقل البشري؟ إحنا الآن بالذات الخطاب خطاب العقل، خطاب العقل والقلب والروح. العلم الآن في الوقت الحاضر بده إحصائيات، بده أول شيء إحنا بناخذ الآية القرآنية كمثال، التفسير اللغوي. ثانيا لما نتكلم عليها بدك المعلومات العلمية، الإحصائيات العلمية عليها قديش في عليها، شو في عليها معلومات. الصورة تقول والسماء ذات الحبك، في عندك صورة للكون كله، كل الكون تعرف كيف بضخامته على شكل الحبك. البحر المسجور بدك تجيب الصورة والمعلومة والإحصائية وأقوال العلماء، هاي كأدلة. بجيب أقوال العلماء الغربيين، يعني أنا عامل بحث أكثر من 40 عالم غربي بحث فيك عن قضايا عامة الناس يجهلها. يعني لما تقعد مع طبيب أخصائي أجنة غير طبيب أعصاب، غير طبيب عيون، غير طبيب هذا شفاء أعصاب، فعندك التخصص. فإحنا نستضيف المتخصصين كلهم في تخصصي ونتلمذ عليهم، شايف كيف.
فهذا في مجاله بتكلم مثلا عن العظام كويس، عن يعني عن عظام، عن مفاصل الإنسان وكيف ربنا خلق المفاصل بتاع الإنسان هذه بتفرز عظم. أنا بنفسي بتاع أنا الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عملنا يوم علمي كامل كامل بس ما شبعناش من آية. وأنا أزعم، أنا أزعم قال وفي الأرض آيات الموقنين، لو عشت طول عمرك طول عمرك عشت 1000 عام لا تستطيع أن تشبع من هذه الآية، الأرض كل الأرض. نعم. تستخدمون الأساليب العصرية في عملكم، ما طبيعة هذه الأساليب؟ الأساليب عندك الصورة، عندك الفيديو، عندك هاي التقنية مثلا التلفزيون، شايف كيف البث المباشر، ممكن هذه المحاورة الآن نقولها لكندا، شايف كيف؟ فإذا الواتس أب، الصور الآن تنتقل عبر الآن، اليوم تجيني تجيني أنا أجانا عن الشمال كل الأرضية القمر ثواني بطلعوا بغيب وانت قاعد عم بتشوف، تعرضها للناس، الافلام الوثائقيه تحطها للناس، الناس لانهم مش شايفين. الانسان يؤمن بما يرى، يعني في العين بتشوف والقلب يشوف، القلب شايف ولكن ليطمئن قلبي. اليس نحن افقه من ابراهيم والذي خاطبه ربه؟ شو قال لربنا؟ شايف؟ قال ارني كيف تحيي الموتى، فقال له ربنا اولم تؤمن؟ قال اولم تؤمن، ما أمت يا إبراهيم. وربنا قال عنه بداية عمره ليكون من الموقنين، هو شاب صغير، قال فخذ ولكن ليطمئن قلبي. يعني في عندك قضيتين تجمع العين تجمع القلب، الرؤية بالعين غير الرؤية بالقلب، فإذا جمعت القلب والعين والعقل مع بعض صارت الصورة متكاملة من كل الاتجاهات. قال صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، أو ليس الخبر كالمعاين. لو واحد لا سمح الله حادث سير وراح فيه منه مجموعة من الضحايا، ما خبر بمر عليك، ولكن لو تكون تشاهد بتضلك طول عمرك تتذكر قول الله الحادث اللي صار قبل سنة وراح فيه ضحايا وصار فيه هذا هكذا. لذلك لابد من العين تبصر والعقل يأخذ المعلومة والقلب يشعر أنه هذا من خلق الله. لذلك ربنا طلب منه قال قل سيروا في الأرض، قل سيروا 14 مرة عن السير، قل سيروا في الأرض للاكتشاف، الاكتشاف والتنقيب وشوف تدبر الآيات. وسبع آيات أولم يسيروا، يعني أنت بقول لك سير وبعد 7 مرات بقول لك أولم ما سرت، ذلك 14 مرة بين سير ونسير. لذلك لما تسير في الأرض سيروا أولم يسيروا في التفكر ماذا في داخل الأرض. أنا رأيت صورة عند العين عمرها 600 مليون سنة بقول لك، يعني عالم جيولوجي، الصورة هذه عمرها 600 مليون سنة، الطبقة هذه عمرها 200 مليون، هذا 150. طب إحنا قديش عمرنا؟ قديش عمر الأرض؟ قديش أنا وياك عمر الأرض؟ 50,000 سنة؟ أنا بتكلم 600 مليون سنة. هذه القضايا بتوي الله طب مين خلق؟ مش كانت هناك حيوانات عاشت في الأرض؟ الديناصورات من 235 مليون سنة عاشت، وعاشت 165 مليون سنة وهي 9000 نوع اندثرت، بس أثارها موجودة. أنا رأيت في بريطانيا واحد طوله 34 متر طول، أتصور شوف أنت 34 متر يعني دور على عمارة 11 دور طول هذا، بس موجود، يعني في إشي حي وفي إشي عملوه هياكل، وجدوه هياكل، بتلاقي فكه رأسه كبير وأسنان وضخمة، فمخلوق عمره وزنه 85 طن. أليس هذه من خلق الله؟ هاي لما تعرض للناس الله يقول قل سيروا، فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق، هاي إحنا كيف بدأوا؟ تفكر بدنا نجيب لك مخلوقات عمرها 100,000 سنة تفرج عليه، وإحنا بعد 10,000 سنة وبشوفها إذا بقول لك مين أنت؟ هكذا الحياة بتروح، تروح أجيال وتأتي أجيال. نعم. هنا المقصود هو التدبر، التدبر في القرآن 4 مرات. نعم. تدبر آيتي، تدبر معناها الفقه، تدخل القلب العمق، مش مجرد هكذا. يعني بتلاقي الطبيب على شغلة بشوف جينات صغيرة هيك بيعمل عليه أبحاث علاج السرطان، هي لا ترى بالعين أصلا بس بيعمل عليه، ليش؟ لأنه متخصص. هنا ربنا يريد أن يريك الكون، والكون في القرآن. إذن كيف يمكن ربط العلم بالإيمان؟
لازم نعرف انه الكون من خلق الله. الله سبحانه وتعالى مش قال خلق السماوات والارض بالحق وخلق الانسان بالحق؟ فالكون وانزل القران بالحق، انزل القران بالحق، فالحق لا يعارض الحق، فالقران حق والكون حق. الكون احنا بنشاهده، احنا القصه ان 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 تربط العلاقات فيما بينها، تربط بين الحق الحق الى اخره. لذلك يجب ان تؤمن ان كل حقيقه القران هو اصل الحقائق، بحر الحقائق هو القران الكريم، وما عدا ذلك كلام قابل كلامي وكلامك، كلام قابل للتبديل والتعديل، مش حقيقه. بس لك كلام الله حق، وتعلم ان وعد الله حق. الله هو الحق، وقول الحق، ولقاءه حق، وكلامه حق، وحديثه حق، ووعده حق. وعد الله لا يخلف الله وعده، من أصدق من الله حديثا، هكذا. إذا إحنا الآن نربط إنه الحياة العصرية كلها ترتبط إلها منبع القرآن. القرآن هو لا يشبع منه العلماء، أروني عالم شبع من القرآن، أروني حقيقة علمية خالفت نص قرآني، حقيقة واحدة بس، ما في حقيقة علمية ثبتت وأشار إليها القرآن وهي غير موجودة، تحدى ما في شيء. ولذلك حصروا مئات، بقول لك 1300 آية حصروا العلماء، كل واحد بتخصصه. واحد كتب في العين، ألم نجعل له عينين، ها هيك بس في المعلومة البسيطة. حياتنا بدون عيون شو قيمتها؟ سؤال. ألم نجعل ما عملنا له عينين؟ طيب مين عمل العينين؟ أنا عملت عيوني؟ سبحان الله كم فيها من أسرار. جسد الإنسان كله أسرار، سمعه وبصره ولسانه وذوقه وشعره وخلايا التناسلية وخلايا وجينات الوراثية، 100,000 جين في الإنسان، 100,000 جين في الإنسان. شايف كيف؟ البصمات الشفاه، بصمات الأذن، بصمات الأنف، بصمات الأصابع، بصمات الرجلين، بصمات الكبد، بصمات الصوت. تصور صوتك ليس في الأرض كرة أرضية واحد صوته زي صوتك. بقول لك لو تكلمت كلمة واحدة شايف كيف؟ ويسجل سبكتوغراف بقول هذا فلان، كلمة واحدة. هذا أليس هذا إعجاز الخلق؟ ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف إنه صوتك لسانك مختلف عن لسان الآخر. هذا للبشر، وكيف الدواب وكيف الطيور وكيف المخلوقات. النمل مش أليس هو صوت؟ فيعني هنا يعيش الإنسان عقله ويفكر، بتطلع قل انظروا ماذا في السماء والأرض. طلع يا أخي، طلع فين أنت؟ انظروا ماذا في السماء والأرض. اللي ما بنظر معناه مطموس الهوية. طيب الله ليش خلق السماء؟ مشان تفكر فيها، وأعطاك عيون ما أعطاها للبقر ولا للدواب ولا أعطاك إياها. كانت صغيرة الحجم 2 سنتي، ولكن بتشوف الشمس على بعد 150 مليون كيلومتر. نعم. تتناولون أستاذ حاتم في محاضراتكم 3 أنواع من الإعجاز: القلبي والبياني والتشريعي. كيف توضح ذلك؟ تفضل. عندنا مجالات الإعجاز البياني والإعجاز التشريعي والإعجاز التربوي، هذا نعم أكثر من مجال. هي أكثر، كله حكيت أنا الإعجاز البياني كله بياني، كله قرآن بيان ما فيه. الإعجاز العلمي قلت له حوالي 20%، 1300 آية. الإعجاز التشريعي 238، وقال بعضهم شيخ الأزهر عندهم 238 آية. العلماء الآخر يعدوها لحد 550، يعني طرف آية فقط هالكدة بيعتبروها إعجاز. إحنا كل واحدة لو تكلمت عن فقدة ولكم في القصاص حياة، بس أقعد أشرح فيها. شايف كيف؟ هذا يعني أي قضية تحتاج إلى تشريح في آيات التشريع. مثلا آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه فيها 23 حكم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى غير به، والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب. صور، وأن تستقسموا بالأزلام. صور 10 محرمات بحال. طيب ليش الميتة محرمة؟ مثلا بدك واحد
متخصص في اللحوم حتى يقول لك ليش ميتة؟ شو تأثيرها على الجسم البشري؟ لحم الخنزير ليش محرم؟ بدك تشرح لك اياها. فهيئة التشريعية كل واحد هي علم، بس بدك تعرف ليش ربنا هيك؟ يعني ما حرم الله شيئا اللي مضر الإنسان. وأن تصوموا خير لكم، الصيام. طيب ليش؟ عندي كتب هيك عن الصيام وتأثيره على الهيكل العظمي وعلى الجنسي والعقلي والتفكري. أخذ جائزة نوبل في العلوم واحد تأثير الصيام، تأثير الصيام على جسم الإنسان. هذا الحكي 2016 تقريبا، أنا نسيت اسمه، واحد عالم ياباني بيسموه الالتهام الذاتي. الالتهام الذاتي، الخلايا اللي الخربانة تتلف، بتشطبها، بعيد إنعاش الجسم من جديد. ذي القاعدة، وأن تصوموا خير لكم. حتى هذه مين بده يشرحها؟ بده يشرح واحد طبيب متخصص، واحد فسلسة الأعضاء يكون عارف فيها. ضمن نشاطات جمعيتكم إصدار مجلة بينات، ما الموضوعات التي تتناولونها بين السطور؟ احنا والله هذا مجلة بينات احنا تقريبا ما عندناش إمكانيات مادية نطلعها باستمرار. هو مفروض هذه تحط مجالات الإعجاز، فإحنا أعطينا الأيام يعني كل يوم علمي بنطلع مجلة. فكانش عندنا، إحنا عملنا 21 يوم ونطلع بعدها، ما كانش إمكانيات مادية، فكنا نعمل كتيبات صغيرة نجمع الأبحاث والملخصات. ولازم يكون عندك صورة، ولكن مجلة كل من قرأها وطلع عليها وجد إنه حاوي المعاني دسمة، يعني مش مجرد قصص وكذا، يعني أنت قد تقرأها مرة وتنتين وثلاثة حتى تتدبر معانيها، لأنه وأما قرأها كتبها أصحاب التخصص، وليس كلنا متخصص، لا أنا ولا غيري. أنا متخصص في باب، ولكن أنا عندك 100 باب. ولكن إحنا كما قال الشافعي بريد نأخذ كل الأبواب ونأخذ من كل واحد يتخصص في باب معين. يعني هلا علوم الشريعة، هل واحد يستطيع أن يحيط في كلها؟ الناس بدرسوا بالفقه وبالحديث وبالتفسير وبالمنطق بجمعهم، بس لما في عندنا قضية شائكة تعطيها للمختص. يعني عندنا علماء مثلا في علم الجنايات متخصص التشريع الجنائي فقط، بتلاقي كتاب هالقد للمرحوم عبد القادر العودي، هالقد بس التشريع الجنائي بس فقط. طب احنا في التشريع الجنائي قديش حكي بالقرآن؟ ولكم بالقصاص حياة، شايف كيف؟ وقتل كم آية، بس هذا تشريع احنا لا نقدر عليه، ولكن احنا نستضيف هالناس اصحاب العلم يحدثونا، يصير توعية إيمانية. كل ما زدت اطلاعك كل ما زدت علما كل ما زدت إيمانا. ولذلك الآية 114 للأنبياء، وقل ربي زدني علما. لو عشت 1000 سنة بدك تضل حتى الكلام. شوف من أعلم أهل الأرض؟ في أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يطلب منه أن يطلب من الله أن يزيده علما. رب زدني علما. أنا هذا منهج حياتنا، تفكيرنا إنه أنت إيش ما أوتيت من علم في أي مجال من التخصص ما بتنتهي منه. ولذلك قال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ربنا اللي بعطي العلم، شايف كيف؟ فإحنا العلم، هذا العلم إحنا بحاجة دائما باستمرار أن نزداد علما. كل يوم بده يكون عند الإنسان منهج علمي يقرأ ويستزيد ويتنور، ولما تتجمع العلوم على بعضها بيصير تغيير للعقلية، تغيير للاهتمامات، تغيير للأولويات، تغيير السلوك، ما يهتم به الناس. يعني أنا صاحب العلم وصاحب القرآن، قال من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. بس طالب القرآن ما بيشبع، يضل سواء درس في الحديث 100 سنة ما بتنتهي منه، ودرس في القرآن. هذا ميزتنا احنا، نشجع العلم، وعندنا ان شاء الله مكتبة متواضعة. نتمنى انه الناس من اخواننا اللي عندهم يعني كتب او مجلات او ابحاث يزودونا فيه، حتى يكون مرجع للعلماء والباحثين. يجونا الناس من برا بس بدهم يبعثوا ابحاث عن الجهاز القرآني، ضل احنا نجمع الكتب اللي بردت. بدي اتكلم في اي موضوع بهمك، هاي الكتب موجودة، غير الشركة العنكبوتية. لو كان عندنا إمكانيات بقول هاي الشركة موجودة، وهي الكتاب المقروء والكتاب المنظور والكتاب اللي مخفي في هذا في بطون الأجهزة. نعم، نتحدث الآن عن شخصيات
عالمية زارت الجمعية واهتمت بنشاطاتها، إذا أمكن تحدثنا عن هذا الجانب. لا احنا جمعية متواضعة، الجمعيات اللي الناس مجموعة من الناس يعني، كان منهم مثلا الأستاذ دكتور زغلول النجار، عملنا في أيام علمية، بعدين عندنا في الدكتور دليمي، عدنان الدليمي رحمه الله ألقى عندنا محاضرات، وبعدين عندنا الدكتور سامي الرائي كان وزير البحث العلمي في العراق، كان كمان ألقى هنا سامي الرائي، وفي عندنا كمان من كردستان العراق ناس، في محمد الحبال شايف، في أحمد الدليمي، أحمد عامر الدليمي، فإحنا بنستقطب، وإحنا جبت مصريين من الأزهر الشريف بس على الزوم. حدثني عن شخصية قبل اللقاء، يعني شخصية من دولة أجنبية. الشخصية هذا مش هو من عندنا، هو أردني ولكن توفي، بس كان له وجود خارج هذا. يعني هل أفاد الجمعية بموضوعات معينة؟ طبعا والله احنا أي واحد يأتي إلينا نستفيد منه، ونحن لا نستضيف إلا عالم أو باحث أو واحد متخصص، يعني لأن جمهورنا جمهور عالي المستوى، فلا يحضر إلينا واحد من لا يكون يعني متخصص في باب إلى آخره. لما نعمل اقتصادي بيجون أهل الاقتصاد، في البياني بيجون البياني، في الأحاديث أهل الحديث بيجوا، في الفلك والفضاء بيجوا جمعية الفلك، كويس، في جمعيات، إحنا في جمعيات علمية مختلفة، فهذه الجمعية جامعة لكل التخصصات، شايف كيف، ولهم. ولذلك إحنا ألقينا الآن 169 محاضرة، ويعني وصنفناهم وفرزناهم، شيء مذهل على فكرة، ليس هنالك مؤسسة لا أزعم في العالم العربي والإسلامي خلال سنوات معدودات استطاعت أن تستقطب حوالي 300 عالم وباحث في مختلف المجالات، وهذا يثري ثروة إذا ربنا سبحانه وتعالى بيمكننا منها، إنه هذه الأبحاث تكتب وتفرز وتنشر وتعمم وتقرأ، والناس يعني يستفيدوا منها ويعلقوا عليها، لأنه تكون عندنا مكتبة الإعجاز العلمي على مستوى العالم الإسلامي، يكون عندنا أكاديمية الإعجاز، هذا كان مطروح في العراق بعد وقف السنة على أساس أنه يعملوا أكاديمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وحطروها مجلس يعني علماء أو كذا إلى آخره، كنت العبد الفقير كنت أحد هالناس اللي نسب اسمهم على أساس يكونوا في المستشارين، وهذا الحقيقة حوالي قبل 2019، ولكن الموضوع تغير الأشخاص وظلت الفكرة في محلها، بس القصة إحنا نسعى أن يكون لنا إمكانيات على أساس أنه يوم من الأيام يكون أكاديمية، يكون تدريس الإعجاز العلمي مرخص جامعي. نعم، أخيرا أستاذ حاتم، هل من رسالة توجهها إلى طلبة العلم والمهتمين بمجال الإعجاز في القرآن والسنة بدقيقة واحدة لو سمحت؟ والله إحنا من حب أن كل الناس يطلعوا على الأبحاث والمواضيع لهذا، ورد على الملاحدة، تعرف أنه عندك ثروة لا تقدر بثمن، هذه الموجودة أن الناس تطلع عليها وتشوف وتريح حالهم، يعني بريحوك من وعثاء البحث والترقيب، أنها موجودة الآن، شايف كيف؟ ونتمنى أن إن شاء الله يعني نفتح صدورنا، نعمل دورات إحنا قبل هذا إن شاء الله بعد ظهر رمضان، وعملنا دورات مجموعة حضرها حتى أساتذة الجامعات، متخصص أستاذ جامعة بس بيجي بالنسبة لنا طالب تيجي بتعلم، ليس عيبا، بالعكس أنا أشجع هؤلاء الناس، لأنه هؤلاء الناس بيجوا عندهم خلفية كويس، بحب يستزيدوا، يعني بعد بان يدور 10 أدوار من الحادي عشر والثاني عشر. نعم، إذن في ختام هذا اللقاء أشكرك أستاذ حاتم الشكر الجزيل لمشاركتك معنا على قناة الرافدي. سيدي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإحنا صدورنا وبيوتنا أبوابنا مفتحة لكم ولأحبتكم. شكرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا، كان هذا لقاء مع المهندس حاتم البشتاوي رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة. حتى ألتقيكم في لقاءات مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.